هذا عمي سعد من أشهر الصيادين في وادي سوف منذ نعومة أظافره، وهو في البادية الإبل وسرحة الإبل وسرحة الغنم والصيادة. عمي سعد، كيفاش كانت سعد كنت صياد في الصغر وكذا وسرحة بالإبل، وكيفاش الصيادة؟ نعم. وثانية بالتثني هي نفحة اللي كان حكم حتى تعرف الجلطة بتاع الأرنب تدورها. أيوة. وجلطة الغزال وتعرفها بالصبحي ولا عشوي. كانها عشوي تتبع جرتها بالتوالي تدورها، وكانها صبحي تتبع جرتها بين الصبع تكوب. رايحة أعطينا شعر الحاج عن الصحراء ولا عن السيادة ولا عن. وأنت مشي الشعر شايف. والله كما تحب. كيما تحب انت. يقول على الوطن، يقول على الارض. على الارض ايوه. يقول سعي والقلة وسيوف المقار للحلف الهادي وطريق المجار، جاب الدبدابة ومن بنيون صغار طلع علي القوسة وعريش الغوار. للحلف الحجر العقلة ابو دخان، من ثم تكركب حتى العنبابير واد المحانة الخنقة والزيبان. لسبت من المشلط جلاب العطشان، الميلة والتهدية وسيوف المنادي وشطوط البيبان، ثمك استغفر ونعلي الشيطان. الله. هذه بكري منين كان لر والريم. ايه. وكان الريم عندنا ولي حامر. ايوه. فاهم. بلاد الرمل هذه اللي كان هبطنا لبلاد الرمل. ايوه. نقول الريم واللي كان طلعنا لبلاد الدباديب والنفاض نقول حامر. ايوه. وعندنا من جهة الطوال هذه كانت كلها تدير الحامر، وجهة المسوسة تدير الريم. واه. وكانت السلاك ما كناش نفسدوا كما هاللي يفسدوا تو دايرين صيادة. أعطيك الصحة. يفسدوا بالضو يقتل 10 و12 بكري، نقتلوا أرنب يديها ولا شات غزال يديها لما تطيب إلا، والناس كل تبات. بارك الله فيك. واليوم عاد يشدوا بليجك تور يقتل بال 14 ويقول لي شوف الأرنب. وشهرة دير روحها شهرة. هذا ياخذ البلاد. نعم هذا مفسد معناها. هذا في السير ماهيش. نعم. وش تنصح الصياد الحاج باش يقعدوا محافظين عن الثروه؟ الصياد انا ننصحهم اللي يصيب سلوكيه قتل الارنب زوز، كان هالمجموعه ياسر زوز، كانك انت وصاحبك وقتل الارنب انت وسلوكيك وصاحبك وكل تعشوا منها وتروح. بارك الله فيك. انا معناها السياده مش على الاكل، معناها على المتعه. على المتعه، عن الجريان السلوكي وعن تنحلك. هي راي كان ثلاثه. ايوه. نحن الشيب من الراس. ايوه. دخل خيط لمراس في بلاد الهيال. ايوه. وركوب لفراس. ايوه. تكربيع لخراس. ايوه. هذين يقل عن الشيب من الراس. بارك الله فيك. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. يعطينا شعر عن البل. على البل. اي. عن البل. البل قال عنها ياسر. ايوه. هذا بكري كان يقول وشد هذا بالدوال معروف. فهمت؟ ايوه. ريح الحاج ريح. يقول على البل، على المشوار البل فيها ياسر. ايوه. فهمت؟ ايه. قاعد في منامي هاني بو سالف مظفور، ان شاء الله ييسر راح ويجيني يظل حذايا يدور في الصلاح الكل، حتى رجال القور وثمي كم عدين يذبحها بقريب به الثور. وخيال اللي ريت خاتم يدحس كل بابور، والرقبة نعطل بالله يا خدامك معجول، تفاحة وردة ظلية سر والروس عيون، وغثيث اللي ريت مجاني هابط كالعرجون. يقول باسم الإله نشهر نجيبك إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله، وبإذن الله رانا نجوكم نزوروكم. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك عمي ساعد، وربي يكثر من أمثالك إن شاء الله، وربي يكبرك على الطاعة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. على الطاعة دور الله. أمين يا رب العالمين. هيا مع تحيات ساعد، وربي إن شاء الله يجمع الشمل إن شاء الله. أمين أمين. إن شاء الله.
وربي يفكنا من هالوباء ان شاء الله تاع كورونا هذا. لا راح راح ما شاء الله. هذا الريح وصبت المطر ما بغتش كورونا في البر. ان شاء الله. هاكا مريقلة. صافي هذا الريح وصبت المطر ما بغتش كورونا في هذا البر. ما بغتش كورونا. الله اكبر. هيا ربي يعيكم ان شاء الله وتحية الجزائر ان شاء الله. تحية تحية.